أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك. كلنا أكلنا الفتة امبارح، أحلى فتة مصرية، الطبق الشعبي اللي بيعبر عن زوال الفروق بين الطبقات الاجتماعية. كلنا بناكل فتة العيد عشان ده عيد الخير والمساعدة، وده بقى زي ما بنقول كده الراعي الرسمي لأول يوم العيد. وطبعاً طبق الفتة العظيم ده أكيد حكايته حكاية، واسمع مني الحكاية وما فيها. زي ما قلنا إن طبق الفتة من أشهر وأهم الأكلات المصرية الأصيلة، لأ ده بقى كمان من أهم طقوس عيد الأضحى. وحكاية طبق الفتة بتبدأ من أيام الفراعنة اللي دايماً هم أصحاب الخطوة الأولى في كل حاجة. المهم أول ناس عملوا الفتة وأكلوها كانوا الفراعنة، وعملوها بالطريقة دي. كانوا بيجيبوا العيش ويقطعوه ويحطوا عليه رز وبعدين مرق اللحوم أو لبن، وسموها فتة عشان كانت بتتعمل من فتات العيش المحمص، وكانت وقتها من الأكلات المهمة اللي ليها قيمة غذائية عالية، وعشان كده كانوا بيقدموها للملوك والكهنة. ومش بس كده، أول وصفة فتة بالشكل المعروف دلوقتي لقوها موجودة على جدران معبد سوبك، وبتحكي النقوش الموجودة عن الكاهنة المصرية كارا، واللي كان ليها الفضل في إنها تعمل طبق الفتة. وقتها دبحت خروف وحشته بالبرغل والبصل وزينته بالبتنجان المقلي، وقطعت عيش وحطت عليه مرق وضفت لهم توم وبصل وخل، ووزعت الطبق ده في عيد الإله. ومن هنا كانت البداية. وبعد كده في العصر الفاطمي، وطبعا معروف عن الفاطميين انهم اساتذة في انهم في كل مناسبة وكانوا بيربطوها بأكلة، ويمكن احنا معظم العادات عندنا تلاقيها من ايام الفاطميين. وفعلا الفاطميين جابوا طبق الفتة وضفوا له صلصة طماطم عشان تديها طعم احلى، وبقى طبق الفتة مش للأغنية وبس، لا ده بقى للكل. ووقتها في عيد الأضحى الفاطميين كانوا بيذبحوا عدد كبير من الأضاحي، وكانوا بيخلوا الطباخين يعملوا طبق الفتة ويوزعوه على عامة الشعب بمناسبة العيد. ويمكن من هنا كانت بداية ارتباط طبق الفتة بعيد الأضحى. وفي أيام العثمانيين كانت من الوجبات الرئيسية عندهم، وكانت بتتقدم في المناسبات المهمة بتاعتهم. وفي رواية تانية بتقول إن الفتة أصلها شامي، وكانوا بيسموها التسقية، وكانوا بيعملوها في عيد الأضحى أو في الأجازات بتاعتهم، وقالوا إن المصريين خدوها منهم وضافوا لها اللمسات بتاعتهم، يعني حطوا التاتش بتاعهم. بس الرواية مش مقنعة قوي، خصوصا بقى إن الطريقة بتاعتهم مختلفة خالص عننا. في النهاية اللي يفرق معانا هو طبق الفتة نفسه اللي وصل لنا من جيل لجيل، واللي بقى من أشهر الأكلات عندنا، وبقى مرتبط بشكل رسمي ومقدس بعيد الأضحى. واتطور طبق الفتة زيه زي أكلات كتيرة، وبقى بيضاف إليه إضافات كتير، وبقى بيتعمل كمان بطرق مختلفة. وتلاقي الأسرة المصرية أول يوم العيد بتستعد لطبق الفتة بأشكاله وأنواعه، ويبقى ده الجوكر على سفرة العيد. وكل بيت بيعمله بطريقته ويضيف عليه الإضافات اللي تعجبه، وبقى فعلاً ما ينفعش نبدأ العيد من غير طبق الفتة. وغير بقى إن طبق الفتة من أهم طقوس العيد، فكمان هتلاقي فوائده كبيرة جداً، طبق متكامل بجد، متكون من عيش وتوم وخل ورز ولحمة وشوربة وصلصة، يعني توليفة كده مفيش ألذ ولا أفيد منها. وعلى مر الزمن والحد دلوقتي فضل طبق الفتة أو أكلة الفتة مرتبطة بعيد الأضحى، وخدت دول كتير مننا عادة الفتة في العيد. واسمع مني، صحيح كل حاجة عندنا ليها طعم مختلف، طعم مختلف بعاداتنا وتقاليدنا الحلوة اللي بيتوارثها جيل بعد جيل، وده اللي بيخلي كل مناسبة عندنا مميزة بجد وليها روح مش موجودة في أي مكان تاني. وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا، كل سنة وطبق الفتة مزين سفرة العيد بتاعنا. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.